السلام عليكم يا ولادي. إذن لما لو جه سؤال وقال الباترن اوف او ديسكاس او اكسبلين الكرايتيريا او الاوتوزومال ريسيسيف ديسوردر، هتقول اول حاجه الديفينيشن بتاع الاوتوزومال ريسيسيف ديسوردر، وبعدين تقول الكرايتيريا الخمس كرايتيريا، وبعدين تقول الاكزامبل. الحقيقه الاكزامبل الاوتوزومال ريسيسيف ديسوردر تقريبا 90% من الامراض في الاطفال ار اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. يعني على سبيل المثال اي انبورن ايرفيتابليزم في الغالب اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر، ما عدا حاجات بسيطه قوي زي الفاميليا هايبر كوليستيروليميا، ده اوتوزومال ديم. انما نسبه كبيره جدا من الاوتوزوم من الانبورن ايرور ار اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. الثلاثين او سيكل سيل انيميا ار اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. الاتاكسيا تلانجكتيزيا والفانكوني انيميا ار اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. الميوكوبولوساكرايدوزيس ما عدا الهانتر ده اكس لينكد اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. الجالاكتوزيميا ار ريسيسيف ديسوردر. كل الامينو اسيد ديسوردر الامينو اسيد انبورن انفرتيل ار اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. السيستيك فايبروزيس والتيسك ديزيز ار اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. يعني مش هتغلب في انك انت تحفظ 5 6 10 حتى اكزامبل الاوتوزومال ريسيسيف، خصوصا الامراض الفيري كومن يعني السيكل سيل والثلاسيميا مهمين جدا انك تبقى عارف ان دول اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. الميوكوبولوساكرايدوزيس كلها ما عدا الهانتر اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. جالاكتوزيميا سيستيك فايبروزيس تيسك اتاكس تلانجكتيريا ار اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. واتفقنا ازاي من خلال البيرنت سكوير اقدر اجيب وارسم الاوتوزومال ريسيسيف ديسوردر بيبقى شكله ازاي. ادي في هنا بقى ده سؤال مهم بيقول ديسكرايب كاركترستيك جينيتك فيتشر اوف كروموزوم انستابيليتي سندروم اند جيف اكزامبل. الكروموزوم انستابيليتي سندروم اسمه كروموزوم بريكج سندروم، اسمه كروموزوم بريكج سندروم. ده بيحصل نتيجه ديفكت في الدي ان اي ريبير، نتيجه ان المايكرو ار ان اي ما قامش بدوره، ويحصل دامج. فمصيبته لما يحصل دامج يحصل انكريز risk of malignancy. Increased risk of malignancy. يعني أهمية الكروموزومال بريكج سندروم أو كروموزومال instability سندروم إن هو بيزود risk of malignancy. الأوتوزومال ريسيسيف ديسوردر ده زي ما اتفقنا لو حصل فيها الكروموزومال instability سندروم وليكن سيكل سيل او ثلاسيميا او غيره، يحصل انكريز في الليابيليتي تو او انكريز في الريسك للكانسر ديزيز. الكلاسيك كروموزوم انستابيليتي سندروم عندنا الفانكوني انيميا ودي اتفقنا اوتوزومال ريسيسيف، اتاكسيا تلانجكتيزيا وده اوتوزومال ريسيسيف، روبرت سندروم اوتوزومال ريسيسيف، وارنر سندروم اوتوزومال ريسيسيف، بلوم سندروم اوتوزومال ريسيسيف. دي كلاسيك كروموزومال انستابيليتي سندروم. يبقى اذا لو جالي سؤال في الامتحان ديسكرايب كاركترستيك جينيتك فيتشر اوف كروموزومال انستابيليتي سندروم اند جيف اكزامبل، نقول الكلام اللي انا كاتبه ده ان هو بيحصل نتيجة specific defect أو damage في DNA repair أو في cell cycle control أو في apoptosis. وcharacteristically characterized by increased risk of malignancy. وبيحصل mainly في autosomal recessive inheritance disorder. و an increased frequency of chromosomal breakage أو rearrangement either spontaneous أو induced. ما هو ده نوع من الـ mutation.
في برينيتال دايجنوزس، نعم في برينيتال دايجنوزس كان دايجنوز الكروموزومال بريكج ديس اوردر، والاكزامبل اللي هو الفانكوني انيميا والاتاكس ترانجكتيزيا والاميون ديفيشن ديس اوردر والروبرت سندروم والوارنر سندروم اند بلوم سندروم، كل دي اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر. الاكزامبل بتاع الاوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر سيستيك فايبروس، ودي الكرايتيريا بتاعه السيستيك فايبروزس كمانيفيستيشن. السؤال في حاجه اسمها هاردي وينبرج لو، هاردي وينبرج لو ده عباره عن ايه؟ ده عبارة عن لو بيقارن الـ frequency of genotypical manifestation للـ allelic frequency، بيقارن ما بين الـ genotypical frequency والـ allelic frequency. القانون بيقول ايه؟ It's about the relationship of genotype frequency للallelic frequency، بمعنى انه انا عندي في الجينوتايب frequent allele، من خلال الfrequent allele دول في possibility في النيو offspring الطفل الجديد اللي جاي وامه عندها او ابوه عنده جينيتك بروبلم، وعنده في الجين ده، احنا بنتكلم في سنجل جين، والجين ده عنده ديفرنت اليل، عنده ديفرنت اليل، البرسنتج بتاعه حدوث هذا المرض في النيو اوف سبرينج بيحسبوها بالقانون ده، هاردي وينبرج لو، بيحسبوها بالقانون ده هاردي وينبرج لو. هو يعني بيتكلم على الفريكونسي of homozygous genotype as the square of allele frequency، ودي الحسبة بتاعة الهاردي وينبرج لو أو الفورمولا بتاعة الهاردي وينبرج فورمولا اللي هي B2 زائد 2 BQ زائد Q2 بتساوي 1، وفي معرفة كل واحد من دول عموما لو سمحتوا انسوا اللي انا قلته، انسوا هاردي وينبرج لو، انسوا اعتبر كأنه ما كانش، يعني عمري ما جيت فيه سؤال، هو خاص بالإحصاء والدكاترة يعني نادرا ما يستعملوا، فإنسان خلينا في الحتة اللي جاية المهمة جدا جدا اللي تيجي في الامتحان كتير، يعني ايه كلمة سودو دوميننت انهيرتنس؟ يعني ايه كلمة سودو دوميننت انهيرتنس؟ احنا اتفقنا الدوميننت يعني ايه؟ يعني وان كوبي عند الاب او عند الام sufficient to produce the disease في next generation في ولادهم. الله، طيب دوميننت يعني منقول من واحد بس وراح للأب أو الأم. طيب هل ممكن هيموزايجوس افكتد انديفيدوال هاز ا بارتنر هو از ا هيتروزايجوس كارير؟ يبقى ممكن عندي affected individual ويبقى عنده this affected individual had a partner شريك who is a heterozygous carrier the sickle cell anemia أو congenital deficiency due to gene mutation. أه
لو انا عندي ام كارير للسيكل سيل، عشان الطفل يجي له سيكل سيل لازم الاب يكون ايه؟ قولي يا اولاد، يكون كارير او يكون افكت. كارير. لا مفيش او، ملوش احتمال اخر، يكون كارير عشان نمشي مع الرول بتاع الاوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر. عشان نمشي مع الرول لازم يكون لو الام كارير للسيكل سيل وجابوا طفل سيكل سيل لازم يكون الاب ايه؟ كارير. خلاص؟ خلاص يا ولاد؟ طيب لقينا طفل عنده سيكل سيل انيميا والام كارير والاب فري، نسمي ده ايه؟ نسمي ده ايه؟ سودو دوميننت. تاني، يعني ايه سودو دوميننت؟ ترانسميشن اوف اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر ان ا دوميننت باترن. واضح يا اولاد؟ ترانسميشن اوف ا كلاسيك اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر ان ا دوميننت باترن. احنا قلنا الديفينيشن بتاع دوميننت باترن ايه؟ وان كوبي او سنجل كوبي، سنجل جين انسفيشنت، مش كده؟ وفي الاوتوزومال ريسيسيف تو كوبي تو جين، مش كده؟ طيب ليه الطفل عنده سيكل سيل انيميا والام كارير والاب فري؟ اسمي ده ايه؟ سودو دومينانت. سودو دومينانت انهيرتنس. واضح؟ وده سببه ايه؟ بيسموها جين ميوتيشن. كل حاجه هتلزقها قول جين ميوتيشن، كل حاجه ما تعرفش لها تفسير قول ده جين ميوتيشن. حد له سؤال في النقطه دي؟ عرف يعني ايه كلمه سودو دومينانت؟ يعني ايه كلمة داي جينيك انهيرتنس؟ ده بقى ايه؟ عملية أصعب شوية. احنا قلنا سودو دومينانت انهيرتنس ترانسميشن اوف ا كلاسيك اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر ان ان اوتوزومال دومينانت باترن، مش كده؟ تعال نشوف يعني ايه دايجينيك انهيرتنس. دايجينيك انهيرتنس معناه او الديفينيشن بتاعها ترانسميشن اوف اوتوزوم، ده كان ترانسميشن اوف كلاسيك اوتوزوم ريسيس، ده كلاسيك اوتوزوم دومينانت ديس اوردر. With parents normal vision. خلاص؟ يبقى كلمة diegenic inheritance transmission of autosomal dominant disorder with a normal parent اللي هو المفروض طبقا للاوتوزومال دوميننت يكون ايه؟ يكون واحد منهم او الاثنين ار افكتد، مش احنا قلنا كده الاوتوزومال دوميننت؟ تمام. في حالة لما يجي لي زي ما قلت لكم فاميليال هايبر كوليسترولي او ريتينايتس بيجمنتوز او اكوندروبليزي تشايلد، وابص الاب والام الاقيهم طول الباب والطفل اكوندروبليزي 100% هم مش اكوندروبليزي، صح؟ بس ده مع انه ده اوتوزومال دومينانت ديس اوردر اسمي ال this condition is diegenic inheritance. طيب هو انا ليه سميتها diegenic inheritance؟ لان المرض لما يبقى الاب والام سلام
وتنقل للجنريشن بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه هورزونتال ترانسميشن. بقى اسمه ايه؟ هورزونتال ترانسميشن. وهو اوتوزومال دوميننت، المفروض الترانسميشن بتاعه يبقى ايه؟ فيرتيكال. فيرتيكال. يبقى اذا انا عندي الواقع بتاع المرض هورزونتال والنظري بتاع المرض فيرتيكال، او ما اسمي ده ضيق جينيك انهيرتنس، يعني في الاتجاهين، او كلمه داي جينيك بتعني اوتوزومال دوميننت واوتوزومال ريسيسيف. بتعني كلمه داي يعني اثنين، جينيك داي جينيك يعني اثنين، وانهيرتنس يعني توريث، صفتين في وقت واحد، اوتوزومال دوميننت واوتوزومال ريسيسيف. المرض هو كلاسيكالي اوتوزومال دوميننت، بس الترانسميشن بتاعه كانه اوتوزومال ريسيسيف، لان الاب والام ار فري، اللي هو بعتبرهم ان احتمال يكونوا كارير. ده معنى الايه؟ الدايجينيك. يعني معنى كلام حضرتك انه مش هيتنقل للسبسيكونت جينيريشن بعد كده، يعني هيوقف في الجينيريشن ده. بالظبط، عشان كده بقت الترانسميشن ايه؟ هوريزونتال مش فيرتيكال. وكمان التو بيرنتس اللي عندهم افكتد تشيلدرن ممكن يبقوا كارير، ممكن يبقوش، مع انه ده اوتوزومال ايه؟ دوميننت، مفيش حاجه اسمها كارير. معايا؟ وبالتالي وبالتالي خد الكرايتيريا بتاعت الداي جينيك انهيرتنس. خلاص يا ولاد؟ عرفنا يعني ايه سودو دوميننت؟ يعني اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر ترانسميتد ان ان اوتوزومال دوميننت ديس اوردر او باتر. وقلنا زي السيكل سيل انيميا. والدايجينيك انهيرتنس مرض زي التراكس بجمنتوزا هو معروف ان هو اوتوزومال دوميننت ديس اوردر، معروف ان هو اوتوزومال دوميننت، وينتقل في باترن بتاع الاوتوزومال ريسيسيف. فالاوتوزومال دوميننت يبقى فيرتيكال، لا هنا ينتشر هوريزونتال. ففي الحاله دي يبقى الانتقال المرض واخد الصفتين الاوتوزومال دوميننت والاوتوزومال ريسيسيف، فنسميه داي جينيك انهيرتنس. وده بيجي سؤال في الشفوي كتير قوي. خلصنا الاوتوزومال ريسيسيف والاوتوزومال دوميننت وكل انواع الاسئله اللي ممكن تخطر على بال حد فيكم. حد خطر على باله سؤال انا ما قلتوش؟ شباب شابات، حد خطر على باله سؤال انا ما قلتوش؟ عايز يسال في حاجه؟ ولادي الاعزاء، نمتوا؟ الساعة لسه 12. ها؟ كله مصحصح؟ عبد الله، قاضي، أبو نار. تمام يا دكتور، تمام. ها؟ معاك يا دكتور محمد، معاك. مصحصحين يا باشا. مصحصحين كويس أوي يعني؟ طيب. لغاية دلوقتي هل في أي مشكلة في 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 الكرايتيريا، أو في لو جه أي سؤال في الأوتوزومال دومينانت أو الأوتوزومال ريسيسيف ديسوردر؟ تمام الدنيا تمام. ندخل بقى في الهيومن 6 كروموزوم. محدش يتخض من الصوره اللي قدام. الضخم قوي ده الفيميل، ده الاكس. والاذع الصغير اللي عند القدم ده الواي. ده الميل. طبعا يعني بيقولوا احترس من القصير ممن اقترب من الارض. فلو بصينا كده للكروموزوم الفيميل كده شجره وارفه ضخمه مرعبه للواي كروموزوم، عشان كده الواي كروموزوم كاشف في جلده وقاعد تحت عند ركبه الاكس كروموزوم. صح؟ حد عنده اعتراض؟ حد عنده اعتراض؟ حدش راضي يتكلم يعني؟ ما نقدرش نتكلم يا باشا. ايوه انا عارف حد يقدر يتكلم، كنت انا ما اقدرش اتكلم. طيب
فواضح ان هم يعني جبروت من الاول، يعني من اول الكروموزوم. شوف الواي كروموزوم قد ايه، مش واصل ربع الاكس كروموزوم، وجايين تقول لي الراجل راجل ايه بس. طيب ندخل في السؤال. السؤال بيقول كويتش، ايه ده هنبدا المحاضره بالكويتش؟ كويتش بيقول the human X and Y chromosome are thought to be evolved from what used to be a pair of autosomes. ايه ايه الحق يا نهار ابيض، ده كلمه خطر. بيقول لك ان الاكس والواي دولت مش جايين لوحدهم كده، ده دولت كانوا او مشتقين من اوتوزوم الكروموزوم. فالناس قالوا لهم لا، الحقيقة اللي انتوا بتقولوه ده كلام صعب التصديق. هما طبعا دايما السؤال الواضح، اذا كان عندنا 22 سوماتيك كروموزوم، ال 23 ده ليه جاي مختلف وجاي منين؟ طب ما ممكن يكون منشق او مشتق من كروموزوم 23، وده كان اوتوزوم الكروموزوم برضه. ده الافتراض الاولاني. الافتراض الثاني او العكسه، انه الحقيقه بيقول لك لا، ده ال 22 سوماتيك كروموزوم كل واحد عنده هومولوجاس بير اوف اوتوزوم، يعني 22 مع 22، 23 مع 23، انما اسف 21 مع 21، 20 مع 20، انما 23 ده واحد مختلف عن الثاني، زي ما انا وريت لكم الصوره، ده كروموزوم له شكل، وده ثاني كروموزوم له شكل مختلف تماما، ما هواش هومولوجاس له ولا شبهه ولا اي حاجه، ده مختلف اختلاف تماما، مختلف تماما عن الاذر، يعني الاكس مختلف تماما عن الواي كروموزوم. ده بس عشان لو حد حب يوقع ما بيننا ويقول هو الاكس كروموزوم ده والواي كروموزوم جايين منين، هما لهم علاقه ببعض ولا. النقطه الثانيه، ان most of the X and Y chromosome contain unrelated DNA sequences، وده يؤكد ان ما هماش كروموزومات شبيهه، ما هماش سوماتيك كروموزوم، ده كروموزوم مخصوص كده identical، كروموزوم متفرد يونيك، بحيث ان الاماونت والسيكونس بتاعت الدي ان ايه على الاكس اطلاقا ليست شبيهه بالواي، وان because of that pairing of the X and Y chromosome during the male meiosis is extremely limited and confined to the terminal region of the chromosome. ماشي. The two prominent regions of the sequence lie at the terminal region. اوضح حاجات very active موجوده في الترمينال بارت، بينما الترمينال بارت في السوماتيك كروموزوم are not active. الترمينال بارت الصوماتيك كروموزوم ار نوت اكتف. بيقولوا بقى دي الحقيقه نقطه عجيبه جدا، يعني بيقولوا at the very tips of the short arms of the X chromosome just internal to the telomere بعد الغطاء بتاع الدي ان ايه there is a conserved major سودو اوتوزومال ريجن في الاكس والواي، لجوا بعد التلومير بعد الحته التب اللي فوق دي في حته سودو اوتوزومال ريجن ذات كونتين 2.6 ميجا بايت اوف دي ان ايه وذ مالتيبل جينز، سودو اوتوزومال ريجن. And at the very tip ده في الشورت ارم، اوف ذا لونج ارم ذير از ا كونسيرفد ميجور سودو اوتوزومال ريجون بتحتوي على 32% ميجا بايت اوف
جينيتك ماتيريال. السودو اوتوزومال ريجون في الواي والاكس ار كونزيرفد بيكوز ذيس تو ريجونز ار انفولفد ان اكس اند واي ريكومباينيشن ان اميل مايوزيس اند سو كان سواب سيكونسي by recombination between these two chromosomes. The sequence behave much like allele at autosomal loci. And as a result, the sequence on the X and Y in this region are essentially the same, just like autosomal allele. Hence the name pseudo-autosomal region. الحته اللي بره الاوتوزومال ريجون there are very few conserved region. One is a region of roughly 99% sequencing homologi where the Y linked sequence lies close to the major pseudo-autosomal region. This region is a result of an evolution recent XY transposition with the sequence were coupled from one chromosome to the other. ايه الكلام الغيتت اللي انا قلته ده؟ ايه الكلام الصعب اللي انا قلته ده؟ هو السؤال كان بيقول هو الـ X والـ Y chromosome are an autosomal chromosome ولا مشتقين من autosomal chromosome ولا هم متفردين كـ X and Y chromosome؟ الحقيقة قالوا هم ما هماش مشتقين من الأوتوزوم الكروموزوم ولا أوتوزوم الكروموزوم، ده هم يونيك كونسيكونس أوف أمينو أسيدز وبالتالي هم متفردين كـ XY كروموزوم. أمال إيه اللي خلاهم؟ طبعًا إيه السبب؟ إن هم وجدوا إن السيكونس أوف دي إن إيه في الـ XY كروموزوم لهم باترن مختلف تمامًا عن السومات الكروموزوم. وما ايه اللي خلاهم يتهفوا في دماغهم ويسألوا السؤال ده؟ ان هم وجدوا على الاكس والواي في الشورت ارم واللونج ارم اريا فيها بعض الكريتيريا اوف ذا اوتوزومال كروموزومز السوماتيك كروموزوم داخل الاكس والواي، فسموا الريجن دي بيسميها سودو اوتوزومال ريجن. سودو اوتوزومال ريجن والاريا ديت في على الشورت ارم بتحمل كمية كبيرة قوي من الجينات الوراثية حوالي 2.6 ميجا بايت من الدي ان اي with multiple genes، وعلى اللونج ارم بتحمل 32.1 ميجا بايت of دي ان اي. هل هي اكتف؟ قالوا لا، الاريا دي ما هيش اكتف وانها موجودة نتيجة evolution حصل او change او mutation حصل داخل الـ X و Y كروموزوم، عشان كده سميناها سودو اوتوزومال ريجن. حد له تعليق على النقطة الصعبة دي؟ أنا عارف هي نقطة صعبة بس أنا حبيت أجيبها لأن كان في حد من الأساتذة سأل السؤال ده. فحبيت أجيب الـ Ideal Answer، والحقيقة مش موجود في أي كتاب، ولكن يعني الأستاذ أو الأستاذة لما سألته قعدت ادور على الموديل انسر لقيت لما حطيت ذيس موديل انسر. حد له سؤال يا اولاد؟ واضح اللي انا قلته؟ طيب السكس لينكد، السكس لينكد في عندنا اكس لينكد ديس اوردر وفي واي لينكد ديس اوردر. الاكس لينكد في عند الاكس لينكد انهيرتنس دوميننت وريسيسيف، والواي نفس الكلام. ف الميل والميل الجينز على الاكس كروموزوم ار هيمي زايكس. افتكر الكلمه دي كويس قوي. الجين على الاكس كروموزوم، احنا بنتكلم كل اللي احنا بنتكلم ده على سنجل جين ديسورد، سنجل جين ديسورد. في الجين على الاكس كروموزوم ار هيمي زايكس. بيقولوا لي قدامك 10 دقايق عشان تخلص. حاضر. ار هيميزايجوس يعني ايه كلمه هيميزايجوس؟ يعني النص والنص. جين بريزنت في الاكس كروموسوم از اكسبريس ان ميلز ان بوث ذا ريسيسيف اند دوميننت كونديشن، وايل في ميل ار
هوموزايجوس، يبقى الهيموزايجوس في الميل. طب والفيميل ار هوموزايجوس، ده بالنسبه للاكس كروموزوم. يبقى الاكس كروموزوم بما انه في الميل هيبقى اكس واي نسميه هيميزايجوس يعني نص، في الفيميل نسميه هوموزايجوس بما انه الاثنين اكس اي ار ايكوال زي بعض. تعال نشوف الاكس لينكد ريسيسيف انهيرتنس. التعريف بتاعه بتاع الاكس لينكد ريسيسيف انه الافكتد ميل ريسيف ذا اكس لينكد اليل فروم دير مادر اند ترانسميت تو اول اوف دير دوتر بات دوت تو زير سن. يعني هو كاكس لينكد ريسيسيف لازم يجيله من الاب والام، يعني يجيله كوبي من الام من الاكس بتاعت الام ويجيله كوبي من الاكس بتاع الاب. مش هينفع طبعا، لا، لانه الافكتيف ميل هيجيله ازاي؟ بياخد واي من الاب، هياخد الواي من الاب، واخد الاكس اللي هي الافكتيف من الاب. بس الاكس هنا دوميننت على الواي فتدينا مانيفستيشن، هيبان دلوقتي هشرحها. فالافكتد ميل ريسيف ذا اكس لينكد اليل فروم ذير مادر اند ترانسميتد تو اول اوف ذير دوتر بات نوت تو ذير سن. دوتر بتاع الافكتد ميل هجيبها دلوقتي. الافكتد ميل سيبك من البرسنتج دلوقتي، الاكس جايه من الام راح للطفل، فلو كان الطفل الجنين ده في ميل فهيجي له اكس من الاب، لو كانت في ميل هيجي اكس من الاب، يبقى اكس من الاب مع اكس من الام يبقوا مفيش مرض، يبقى مفيش مرض. الميل ده هيميزايكس مش هوموزايكس. الميل احنا لسه قايلين دلوقتي يعني ايه كلمه هيموزايكس، يعني عنده اونلي 1 اكس والفيميل ار هيموزايكس، وبالتالي الاكس ريسيسيف افكت الميل ميل، والفيميل نادرا ما تتاثر نتيجه ان الميل عنده اونلي 1 اكس والفيميل عندهم 2 اكس. الافكتد ميل زي ما قلت، لو انا عندي ميل افكتد هيبقى عنده اكس افكتد. الاكس دي لما تتنقل للعيال هتروح للفيميل بس من الاب، هتروح للفيميل بس، وبالتالي هيبقى الفيميل بس هما اللي افكتد بينما السن ار نوت افكتد، وبالتالي الريسك اوف اوكيرنس اوف ذا ديزيز لازم تحدد الاول هي اللي افكت ده ميل ولا فيميل. بناء على هو افكت ده ميل ولا فيميل تقدر تقول الريسك هيحصل هيكون ازاي. المهم الاهم كرايتيريا في الاكس لينكد ريسيسيف انهيرتنس انه ما بيتنقلش من ميل لميل لانه على الاكس ببساطه، وابني مش هيروح له مني اكس هيروح له مني واي. يبقى اذا مفيش حاجه اسمها ميل تو ميل ترانسميشن في الاكس لينكد انهيرتنس، ودي اهم ميزه واهم كرايتيريا للاكس لينكد ريسيسيف ديسوردر. يبقى ميل تو ميل ترانسميشن لو لقيته اكسكلود الاكس لينكد ريسيسيف ديسوردر، ويبقى غالبا اوتوزومال دومينانت. ادي اب افكتد وام هيلثي. الاب اللي افكتد بما انه اكس لينكد هيبقى الاكس بس بتاعته هي اللي افكتد، لما يجي له ميل الميل هيبقوا نورمال، الميل الثلاثه دولت نورمال، ويبقى البوسيبيليتي ان العيال الفيميل يبقوا كارير لانه الفيميل هتاخد اكس من الاب اللي هي افكتد
وياخدوا اكس من الام اللي هي السليمه فيبقى متعادلين فيبقوا كافر. طيب لو الاب السليم اتجوز ام كارير، الاحتمال هنا ايه؟ ان الاكس بتاعه الام اللي هي كارير دي لما تروح للصبيان يبقى في احتمال ان الصبي يبقى افكتد ميل، ولكن لما تروح للفيميل هيبقوا ايه؟ هيبقوا كارير، والاذر فيميل تبقى نورمال. يبقى اذا نسبه الاصابه ويل ديبند اون، ما فيش حاجه محدده، ويل ديبند اون مين اللي افكتد، هو الام اللي افكتد ولا الاب اللي افكتد بناء على الاكس اللي رايحه للجنين جاي منين ونوع الجنين ايه. الاثنين دول بيحددوا الحاله. اذا كان ام واللي هتخلفه بنت غالبا كارير، برضو لو كان اب واللي هيخلفه بنت هتبقى كارير في الحالتين. طيب لو كان اب وهيخلف ابن سليم مفيش ميل تو ميل ترانسميشن، طيب ام وهتخلف في ميل احتمال يبقى ديزيز. ماشي. والنسبه كام؟ نسبه 25%. يبقى دي الكريتيريا بتاعت الاكس لينكد ريسيسيف ديسوردر. الاكزامبلز بتاعت الاكس لينكد اهم حاجه الجي 6 بي دي، الجي 6 بي دي معاه السيدروبلاستيك انيميا، الدوشين مايوباسي مهم قوي، الهانتر ديسوردر بتاع الميوكوبولوسكرايدوزيس، ويسكوت إلدريخ والليشنيهان بتاع الميتوكوند ديسوردر والفابري ديسوردر. يبقى الاكزامبلز بتاعت الاكس لينكد اهم واشهر حاجه هو الجي 6 بي دي، وبعدين السيدروبلاستيك انيميا والدوشين ماسل ديستروفي. دي الاكزامبلز بتاعت الاكس لينكد ديسوردر والماسل ديستروفي. وطبعا اشهر اكس لينكد ريسيسيف ديسوردر هو الهيموفيليا، كمان هيموفيليا A وB ده اشهر اكس لينكد ريسيسيف ديسوردر. هل لو عندي فيميل وذ اكس لينكد ريسيسيف ديسوردر ممكن تكون افكتد؟ لو عندي فيميل ممكن وعندي اكس لينكد ريسيسيف ديسوردر ممكن تبقى افكتد؟ يعني احنا اكوردنج للرسم ده مفيش ولا مره فيميل افكتد، مش كده؟ ايا كان، سواء كان الميل هو اللي افكتد او الفيميل هي اللي كارير، هل في فيميل تبقى افكتد؟ لا. طب ايه الاستثناء؟ هم دول الاسباب دي، ان يكون unfavorable lionization، يكون الام ترنر اكس او، يكون يوني بارنتال دايوزمي، يكون اكس كروموزوم ان اكتيفيشن، يكون في نيو ميوتيشن. ادي الاسباب اللي تخلي فيميل افكتد ان ان اكس لينكد ريسيسيف ديسوردر. الاكس لينكد دوميننت ديسوردر ده فيري رير، ولكن الافكتد ميل بروديوس اول افكتد دوترز اند نو افكتد سون، برضه ذير از نو ميل تو ميل ترانسميشن في الاكس لينكد دوميننت ديسوردر. وادي الفاميلي بيديجري اهوت، والاكزامبلز اوف اوتوزومال دوميننت ديسوردر بيجي كتير لازم تبقى فاكره.